أمطار في العديد من المناطق لتشمل العاصمة في ساعات العصر بمشيئة الله، وانخفاض على درجات الحرارة، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا المتابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة بتقلبات جوية لتشمل انخفاض على درجات الحرارة، وأيضا تجدد فرص زخات من الأمطار على بعض المناطق من المملكة. وكما نشاهد هنا، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة لتتأثر الحدود الشمالية أو تنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة مثل تبوك وسكاكا خلال ساعات النهار من يوم الغد، على أن تكون دافئة في باقي المناطق. أما فيما يخص فرص الأمطار بمشيئة الله تحديدا مع يوم الغد، كما نشاهد هنا هنالك فرص لزخات من الأمطار في ساعات الفجر والصباح الباكر في مناطق من الحدود الشمالية، وأيضا تشمل مناطق من جدة بمشيئة الله، على أن تبدأ هذه الفرص لتصل إلى المناطق الشرقية أيضا كما نشاهد هنا مع ساعات النهار من يوم الأربعاء، وأيضا مع ساعات العصر تعود لتتجدد الأمطار وتصل إلى العاصمة بمشيئة الله. أما في هذه الليلة وتحديدا في العاصمة الرياض هنالك غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، يوم الغد فرص لزخات أمطار رعدية من 28 إلى 18 ليلا، يوم الخميس أجواء صافية 27 إلى 16، يوم الجمعة أيضا 27 إلى 18 درجة مئوية مع وجود فرص لزخات أمطار في ساعات الليل من يوم الجمعة بمشيئة الله. ومن العاصمة الرياض إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد: سكاكا رياح مثيرة للأتربة من 21 إلى 11، عرعر من 19 إلى 10 درجات، وفي تبوك غيوم متفرقة من 21 إلى 8 درجات مئوية في ساعات المساء. فرص زخات أمطار رعدية في مكة المكرمة 30 إلى 16، كذلك الأمر في المدينة المنورة 27 إلى 13، في جدة 27 إلى 17، وفي الطائف من 22 إلى 13 درجة مئوية. أبها أمطار بمشيئة الله من 18 إلى 11 درجة، في الباحة 17 إلى 13، وفي جازان فرص زخات أمطار رعدية من 32 إلى 27 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى. في الدمام 28 إلى 21، في الإحساء 31 إلى 21، حفر الباطن فرص الأمطار من 29 إلى 13 درجة مئوية. في العاصمة الرياض 28 إلى 18، في بريدة من 28 إلى 13، وأخيرا في حائل من 22 إلى 9 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.